وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا. يبين الشعر العربي مكانة الأخلاق التي يتحلى بها العرب منذ القدم، أخلاق عرفوا بها ومحاسن جاء الإسلام ليؤكدها ويعزز قيمها ويثيب على فعلها كالكرم والشجاعة والأمانة وغيرها. في واقعنا اليوم اختلفت الصورة بين الحضر والبادية، فالمتأمل يجد أهل البادية أكثر تمسكا وحفاظا على تلك المكارم والأخلاق الحميدة التي خلفها الأجداد واكتسبها الأحفاد بالفطرة السليمة. وبالرجوع لتفاصيل الحياة البدوية، هناك الكثير من علوم الرجال التي خلفها الأجداد وتغنى بها الشعراء وباتت رموزا واضحة لقيم كريمة، كالقهوة العربية مثلا التي تعد اليوم رمزا لبيت الكرم والضيافة. يا كليب شب النار، يا كليب شب عليك شبه، والحطب لك إيجابي، حنا علينا جيب ماها وحبه، وعليك تقليط الدلال العذابي.